المرء يخدعه مناه والدهر يسرع في بلاه الحمد لله الذي يبقى ويهلك ما سواه فالموت حتم لا محيص عنه وحق لا مكذب له ترى ابن آدم ممتلئا صحة وعافية ممتلئا آمالا وأحلاما ثم في لحظة يسيرة تراه وقد استحال جثة هامدة وتعطل سمعه وبصره تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار